تهدرش معايا تقولش لي ندير جيب الكينا كانت كاعيه انت عارف خصني نغني ليها صوتي حنين تطيح الدرب شكون هادي بعدا ماشي سوق المهم سي وحده فيهم سيريال عدو العادي لا 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 مول بالرجوله مول المونتاج دابا غني لا لا ما بغيتش المهم غني وانت عطيني فرصه تاع نبي المهم دابا بغيت شو انا نغني صوته حنين تطيح الحمير برويا هادي لما دابا امك ولا صاحبتك المهم انا غنغني لشريكه حياتي انت شوف في الكاميرا انت تغني لك انت امان 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 راني كنبغيك وكان نحن نقدرك وانت كل شيء وحامك انت ميكروب سمحوا لنا على الدخله هذه الحامضه شوفوا هذا الشيء اللي عطى الله في السوق شو عصبوا معنا راه شو عارفين طلعنا لكم هنا المهم الاخوه ما نتعطلوش عليكم بزاف شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم ولكن شوفوا في هذا الفيديو لا وصلتوا عاوتاني فهمتي طردكتوه غدا تلقاو فيديو اخر لا لا ما بغيتش وان اكسباد هو افضل موقع اللي تقدر تشجع فيه الفريق المفضل ديالك وتربح عليه هادشي الفلوس كيفاش تدخل تسجل من بعد غادي دير النمره ديالك وغادي دير الكود اللي غادي يوصلك في النمره ديالك وهنا غادي دير الكود برومو اللي هو هذا وما تنساش بلي راه خاص يكون عندك فوق 18 عام باش تدخل لهاد السيت ليان الكود برومو غادي تلقاه في الديسكريبسيون وفي اول كومونتير طريقه عمل الطاجين المغربي كما موضح بالمقطع ويلي انا نتعلم نضربو طاجين ويلي ويلي انا والله تنضرب الطاجين هذا خاصين وبالرجل معاه يكون بنين هيكون هذا فيلم مغناطيس ويلي ويلي على داك الطاجين ولكن طاجين عائلي مع كبير وعريض كلشي فوالا تا باك ياكلو باك ما يزقلوش هذه ديك مرض خيرك اللي كتكون فركت العائله اه هي هاد تبارك الله فهمتي تلقاها فهمتي مزوجه وعدوليين بعد يبقاو يسولوا خيرك يقولوا له مالك اصاحبي اللي قالت لك تقول لها ايه ايوا تقول لها بالسي السيده باقا بياسه ومات لها الراجل شنو نضيعوها فرزقها ولي 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 هذا والله لا عطش اخي لا عدو روبي وكنت بدر ما دايزلوش رمضان علاش ما دايش لي وعطي مضمض واخا هكا وانت عرفتي فين دايره الله اعلم شوف مين تيجيب هذاك الماء عدو السد البرون شنو ما عرفت فين كاين ما نعرف والو غير ايوب داير مع الدريه مع السته كوينيش باين عليك كلشي بوكوس اخي الله معاك قلت لك هذا الفيديو الله شوف عنك عم عهد نقول لك شوف الرجل صيفطوا لي واحد خونا قال لي هو ايوب انا صيفط لي ميشيل سبحان الله شوف هذا جي جيب مشيطه جيب مشيطه ما عنديش بحال هذيك انا هادي دير هاكل جيد لا هو ما ديديش هو تيهبط لا عاد تبغي دابا تقعد قدام الكاميرا بالقريض الاخر لا تبقى تقول لي انا غادي نشوف الدريه لا تتلحسوا على فكرة وتمشي قال لك يشوف الدريه ومشي تراجل هذا مو مشكل كان هو انا اللي حكيت له لهنا وسكت كيسكي ياكسا هاك على على عمي المهم يقول شي كلمه المهم فرونسي خليه كيسكي سكسكي 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 اصدقاء بخسر الهضره سيكسي يعني صافي اصدقاء بخسر الهضره والله ما تديوش عليا فمي مشتت في الفرونسي المهم ايوب سيكسي جال الدنيا باش يخطب لك صاحبتك طابا رايح نقضي نهار بالرجولة بحال هادو في الدنيا كاملة انت تبقى تبغيها عام عامين وهي صابرة معاك ثلاث سنين تيجي هذا تيديها لك صافي من الاخر راه ما تيدير والو الدور ديالو في الحياة ما تضيعش الوقت لا والو تيشوف السلامة باك تيمشي تيقصد سلامة ايوا بالسيف علاش هذا هو الراجل انت النهار كامل انت مجلوق بيها وبايس وقايس وما عرف شنو داير في الاخر تجي ولا شوف انا ما تنقيس ما تنبوس ما تندير ما عمرك قصتي غادي في يديها واحد انسان انا الطريق المستقيم ما عمرك شديتي في يد صاحبتك والو اخي تنقول لك انا تعال قصد الباب انا نيشان انت بقي انا نشدها وكي تدخل المحكمة تقول القاضي كان مجوعني انا وولادي ما كانش يصرف علينا بصح ويلي لا لا هو المصروف مع ضعيفة بزاف بالرجولة لا شتي شي عيالات بالرجولة هما مهبرين وقال لك تيمشيو مقتولين بالشوك قاصدي القريب ما فراسكش واحد البلان
ما فراسكش عايديروا الزواج بالكونترا يعتقى شوف بحال شاري ميسي شهرين دوزنا وياه عشوك بعشوك يكتب 69 عاوتاني هي هكا المهم يا عامين يا شوف انت كل عام جدد الكونترا صافي شاري بغلة انت لا انا ضد هذا القرار هذا الاخوان هذا يخلوا بالدين ديالنا ايوه بصح قول شي حاجه شوف راه تبان لي دوزت كل عام دوزت براس احنا قلنا شي حاجه اخويا انا ما موافقش انا ما موافقش انا صافي باغي مرتي على سنتي الله ورسوله اما تقتلني ما نقتلها من الاخر كونترا شارينا موطور صباح النور القطيطه ديالي الملائكه القطيطه شيميا على الصباح صباح الخير يلا بكم التي في المشي هو اللي غوق على القطيطه ديالها خلي ويلي شي دريات تيكونوا ناعسين تتحس عبد الناصر حداك راقد وحق الرب برا وجهو يضربك عبد الناصر شكون عبد الناصر ما نعرف علاش الغش يلا عط بيضه يلا جبد انت جبدتهم عامرين بالماس تبغوا احنا نبيضقوكم يلا تيوت شنو سميتو تيوت عندنا تقون عمرو يعني تيوت عندنا متقوبين يعني ديال الدار عندنا واحد تيوت نبغي نوز ما كاين الصابون متقوب كل واحد يخلص الله على قد نيته راه تنجي تبقى نقول لكم شي حاجه تبقاو تنويو نعوج نقول انا مع من جالس وجالس مع راجل ماك نعطيك تيوت شوف شو معي تعرفكم على مشهد فخر الانتاج الاردني اليوم فخر الانتاج اخي بصح باغي فهمتي باغي بصح هذا والله تحلف عليه تا مغربي مغربي قالت لك فخر الانتاج الاردني هذا ما اردني ما والو المغربي هو اللي تيبقى يمهسس هو اللي تيبقى يقلب تيقلب الحوليه كي داير حيت حموار أسامة صافي جي خطبني راه قابلة بيك طالبة 6 مليون في الصدى شنو هو 6 مليون وداك البونداق انا اللي عدي عارو علامة فراسك هو وحده في السوق السوداء شحال دايره مليار تخيلي معايا نعطيك في جوج سوايع مليار على الله صافي عطيه جوج المليار والله هي مكتسبه بصح بالرجوله راه فهمت وانتوما بالرجوله والله الا اللي تعطينكم الانتاج حنا تيجي راجل صافي ما عنده حتى شي حاجه عنده رزقه صافي قبليش 6 مليون انت 6 مليون شريعه تروس على الشيطان وحيدوا بالرجل الوالدين اللي تيبقاو شوف تيبقى بنادم يفوح لا فهمتي راجل ولا بغيت هادي بغيت هادي عطيني 4 مليون جوج من الحاجه صافي بغاتو بغاها طلقي الزبل صافي الراجل خليه يدوز الميساج نسابو صافي طلقي اللعب انا اللي ادي فيها بالله صافي تبقى تهرب انا شوف بالرجل انا ما كاين عندي لا جوج نشان نتزوج بالرجل لا جوج لا والو صافي قالب السكر داخل معاهم بالقوالب انا بغيت نجوج مع فهمتي دي بانيك اخي وعادي تانا جوج واحد جوج قوالب السكر عادي في الدار